كشفت مقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري عن تعرضها للتمييز العنصري في متجر في سويسرا. نتابع التفاصيل من قناة العربية. لا تزال بشرتها السمراء تعرضها لشتى أنواع التمييز العنصري، فمن الفتاة الفقيرة في الحي إلى مقاعد الجامعة، حتى بعد تأسيسها إمبراطوريتها الإعلامية، مقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة أوبرا وينفري تعرضت للتمييز العنصري في متجر للسلع الفاخرة في مدينة زوريخ السويسرية التي قصدتها الشهر الماضي بمناسبة زواج المغنية تينا تورنر. وفي مقابلة مع لاري كينغ بثت على المحطة التلفزيونية الإلكترونية أورا تي في، أخبرت وينفري أن أحدى البائعات رفضت أن تريها حقيبة يد بحجة أنها غالية بالنسبة إليها. وكشفت أوبرا بأنها رغبت في أن تشتري المتجر برمته نكاية بالبائعة، ولكنها تخلت عن الفكرة إذ خطر لها أن البائعة ستتقاضى عمولة في مقابل المبيعات. ترودي غويت صاحبة سلسلة متاجر تروابوم السويسرية الفاخرة أكدت حدوث سوء تفاهم مع الإعلامية الشهيرة، شارحة أن تصرف البائعة كان لمصلحة الزبونة وهي لا تعتزم اتخاذ تدابير تأديبية في حق البائعة. مجلة فوربس الأمريكية قدرت ثروة وينفري $2.8 مليون، ما يضعها على قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم ومحبوبة أمريكا الأولى.